architecte d'intérieur normalement c'est un suivi li kaydir مع c'est un accompagnement li kaydir مع le client de A à Z من la phase ديال la construction ou la phase ديال l'achat ديال le bien كنمشيو مع le client في le réaménagement ديال المنزل ديالو ولا ديال لو بروجي نهضروا على لو بروجي بصفه عامه لي زيتاب ديالو هو كتمشي معاه كتصوب ليه لو بلان كتختار معاه لي كولور لي ماتيريو سولون لو بروجي لا مبلمون لي كيميز ان الانسان يختار مهندس ديكور ولا ان كومبانياتور ولا ان ديكوراتور ولا شي حد اللي يعاونو في لو بروجي ديالو لا ديفيرونس كتكون في انه كيربح او نيفو ديال الثمن ما كيضيعش الوقت ديالو لان كيكون عنده ديك الساعه لي زيدي فيجي كيعرف لي بروجي ديالو شنو غادي يدير ماشي كيمشي في العشوائيه دونك سي بلوس سا كاينه شي حاجه طوندونس لان هاد لا كيسيون كطرح لي حتى بالنسبه لي كولور وهادي واش هذا لي كولور كنختاروهم سولون لو بروجي الناس كيتخوفوا بزاف من يمشيو عند ان اركيتيك دانتيريور ولا اون انتربريز كي فا لو اكومباني في هادشي ديال تو سكي ديكوراسيون مي الناس كينساو واحد الحاجه هذاك لاكومبانيومون ديالهم راه كيربحهم الفلوس اكثر من كيخسروا الفلوس علاش لان ملي كتمشي عند ان اركيتيك كيعطيك اركيتيك دانتيريور او لا اركيتيك او لا اون انتربريز كتعطيك لي بلان كتعرف راسك شنو غادي دير ماشي كتمشي في العشوائيه كما سبق وقلت كاع لي ماتيريو اللي كنديروا ليهم لامبورطاسيون ضروري انهم كنستعملوهم مع المواد ديال المحليين شي حاجه سي تكميلي كل حاجه كتكمل الاخرى دونك كاين شي حوايج ما كيكونوش عندنا بحال دابا باغ اكزومبل مازال ما بديناش في لا برودكسيون ديال تو سكي لومينير دو لوكس ان شاء الله دابا راه هادشي اللي سيدنا هضر عليه وشجع هاد لي زون اندستريال في المناطق المغربيه كامله سي بور لا برودكسيون ديال هادشي دونك حنا غاديين دونك لحد الساعه راه كنديروا لو ميلونج اونتر تو سكي هذا امبورطاسيون مع الصنع المحلي الناس كانوا في الجائحه كانوا مرتاحين ما خدامينش اي زون تي كونسونطري سور لور بروجي دونك اون ايو بوكو دو كونتاكت مع هاد مع لي كليون هذا دونك خدمنا بزاف لي كونسيبسيون و en même temps on n'a pas arrêté quelques chantiers اللي كانوا ديجا واصلين لواحد 80% ديال لي طرافو واحترمنا فيهم بيان سور هاد درنا الاحتياطات ديال كوفيد انه كتدخل ليكيب كل وحده بوحديتها